هذه ترى أمام الناس، إذا ذكرت اسم شيعة أو كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك، واضح؟ لا لا لا، ما تربطني بكتاب شيعي ولا شيعة، أنت عايز التفسير دلوقتي قبلك. جيد، يا وليد إسماعيل المحاور. أيوة نعم، من مصر. وليد راح تلعب مثل المرة السابقة ولا شنو؟ حضرتك دلوقتي اطرح الموضوع عشان نتناقش فيه بكل إنصاف وحيادية. ليك دقيقتين وليا دقيقتين إن شاء الله. دقيقتين دقيقتين، مو مشكلة. بس شوف، ممنوع من عن باتن تذكر أي كتاب أو موضوع شيعي، واضح؟ ممنوع من عن باتن إن أنا أذكر أي كتاب شيعي، صح؟ نعم صح. جميل أوي، يعني أنت كلام علماء ملزمك؟ أي نعم، كلام علمائك ملزم لي. كلام علمائي أنا ملزم لي. نعم، نعم صح. نعم، تمام. طب ليه إن أنا يعني أستشهد بالقرآن الكريم؟ تكلم بما يحلو لك، أنا سأرد عليك بما موجود في كتبك، هو هيك النقاش. طيب جميل، ما فيش مشكلة، يعني الأمر واضح، ولكن أنا برضو بسأل سؤال بديهي جدا عشان يبقى ليك دقيقتين وليا دقيقتين. السؤال شنو؟ الآن أنت مثلا تعترض على شيء. زين. أنت الآن تعترض على شيء. زين. وهذا الشيء موجود بكثرة في كتبك. هذا لم يعترض عليه. هذا يعني هذا بحث آخر. هذا شوف، هذا ولا متقدم. شو هذا بحث؟ لا أستدل به. هذا بحث آخر، هذا موضوع يخص كتبنا، نناقش في موضوع آخر. حاليا آخر. النقاش في كتبك. ألزمك الآن ما ألزمت به نفسك. لا ألزمك أنا، لا شوف، أنا طارح رواية من كتبك. شوف هذا ما احنا نعرفه. بكتبي نعم. ما تقدر. أنت تلزمني بكتبي وكلام علماء. إيه؟ وانا ألزمك بما ألزمت لا لا ايضا. لا لا ما يصير، لا انا التزم بما موجود عندك. ايش رايك؟ ما فيش حاجه اسمها تكتفي بما هو موجود. ما هو انا جالس انا الان جالس اقول لك، ما هو انا الان جالس اقول انا امير قريشي التزم بما جاء عندك، فالنقاش يكون من كتبك من علمائك فقط. الان يعني مثلا انت حضرتك دلوقتي طرحت مساله، والمساله ديت لي عليها نصوص من القرآن الكريم تؤيدني ونصوص من كتبك تؤيدني. كتبي ما تنذكر، ماكو هذا الكلام. كتبي ما تنذكر بالقرآن الكريم فقط، ولا أستعين كتبي لا تذكر. لماذا كتبي لا تذكر؟ لأن الموضوع لا يخص كتبي بل يخص كتبك، فإن ذكرت كتبي فإنا سنقفز، وأنا لا أحب أن أقفز، ما احب هذا الشيء. ما في، بص اقول لحضرتك حاجه، لما يكون الموضوع مش موجود في كتبك من حقك تقول هذا الكلام. لا، ولكن اذا له لا يقاس بهذه الطريقه. واذا كان في كتبك لا 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 يقاس بهذه الطريقه. انت شوف شوف وليد، اسمع اقول لك شيء، اسمع انت يعني اقول لك كلمه، جنابك يعني لم تمر بمرحلة دراسية في كيفية طريقة المناظرة أو المحاورة. بس أعطيني مجال. أنت يعني أنت مثل أنت، بس اسمعني. أنت مثل ما قال سيدنا عمر عن سيدنا أبي بكر، أنت فلت وقله الناس شرها. يعني أنت ما جيت بطريقة نظامية، فلذلك تواجه صعوبة في المناظرة مع الشيعة أو الحوار أو المداخلة، تواجه صعوبة. لماذا؟ يعني أنت تقول أنا سألزمك برواية من صحيح البخاري، فالنقاش يكون من كتبك من علمائك، تثبت لي أنه هذه الرواية لا تسيء لعائشة، فقط من كتبك لا دخل بكتبي. أنت ترد علي تقول لا، هذه الرواية شنو رأيك إذا وردت في كتبك؟ طيب ما هو أنا أعطيك ياها من الآن، أنا أعطيك ياها مقدمة. أنا أقول لك مثل ما عندكم فرق منحرفة، نحن الشيعة عندنا أولا فرق منحرفة، هذا أولا. ثانيا عندنا علماء أوردوا رواياتكم إما للاستشهاد بها أو للرد عليها، أو مثل صاحب مجمع البيان اللي أنت تحبه وتركض وراء دائما، يوم اللي سوى تفسير للقرآن جاب برواياتكم روايات الشيعة. فأنت تتوقع هذا العالم من جاب رواية من كتب الشيعة وجاب رواية من كتب المخالفين معناه هو يعتقد بها؟ لا،
هو ممكن هيجي فقط ذكرها، مثل اني بعد 2000 سنه يطلع شيعي رافضي يناظركم، يتصل علي متصل موحد السني صلى الله عليه وسلم عليه، يقول لامير قريشي قال في الحلقه كذا في الجزء كذا ان رجلا نزل بعائشه، ويعني ان امير قريشي يعتقد بهذه الروايه ويبرئ ساحه ام المؤمنين عائشه ويقول ان الرجل لم يفعل شيء معها. هذا الرافضي اللي بعد 1000 سنة راح يضحك يقول له بابا هو أمير قريش كل رواية يذكرها معناها معتقد بيها، إما ذكرها يستهزئ بيها، وإما ذكرها يرد عليكم، وإما ذكرها من باب الشيء بالشيء يذكر. علمائنا عندهم هذا النفس وين؟ بالكتب. فأنت من تطلع رواية عكرمة آلته صغيرة اللي كشفت علي عائشة موجودة في كتاب شيعي، مو معناها الشيعي يعتقد بيها أصلا، يجوز هو هيك جابها وحطاها، فهذا ما يعتقد يعتبر إلزام علي. واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح هذا الكلام؟ قفلت عليها ولا بتسمعني؟ حتى انت فهمت؟ فهمت انا شنو قلت؟ فهمت؟ قفلت عليها ولا بتسمعني؟ انا اسمعك، فهمت شنو قلت؟ طيب جميل قوي. بص يا امير، حضرتك انت بتقول ان هناك من العلماء من اتى بروايات عائشة وليس على سبيل النقد. تمام؟ أم على سبيل النقد؟ إن كان على سبيل النقد فمن حقك أن تقول أن العالم الفلاني أتى بهذه الرواية على سبيل النقد، ولكن لو أتيت لك بروايات لعائشة رضي الله عنها لعنة الله عليها الزانية تتكلم أنت فيه، وأتوا علماء بتلك الرواية وفسروا بها القرآن عندك، إذن هذا على سبيل النقد؟ هذا في تفسير القرآن مو مشكلة، من تفسير الحسن العسكري عليه السلام؟ لا. من تفسير البرهان؟ لا. من تفسير القمي؟ لا. راح تقول البيان، البيان أنا ما أشتري فلس. واضح. قوية رستت أدري بك، أنا رستت أدري بك، رستت. يلا جمع جمع من وسائل الشيعة، جمع وسائل الشيعة، وسائل الشيعة ذكر بي مرويات من عندكم، أما أنت تتكلم عن تفسير للقرآن. لا 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 لا، ما جاي أتبرع، ما جاي أتبرع. شوف أنت الآن جاي تلعب هذه الحلزونيات، تحبون تعشقون الحلزونيات البهلوانيات تعشقونها. يعني الآن العلامة المجلسي، اسمع أنا الآن أتبرى من العلامة المجلسي الذي يقول من شك في كفر عمر كافر، أنا أتبرى منه ما أتبرى منه، لكن بحار الأنوار بيري رواياتكم إي بي. افتهم افتهم افتهم، لأن جاي أضرب لك مثال، هذا مثال. أنت مو ما مريت بمرحلة دراسية حتى تعرف شلون تحاور وتناظر، ما مريت. أنت الآن تتكلم عن تفسير القرآن، انت هذا تفسير القرآن جبته من تفسير الإمام الحسن العسكري رواية حتى نناقشها، تفتهم؟ لو مسكنا رواية ما يصير، انت جالس تلعب. انت شوف اسمع انا اقول لك اياها، شوف انا ارجع اقول، شوف انت عجيب اي برواية الهدبة فسروها ما عندنا هدب فاحتاجين هدبة عكرمة، اي صحيح، اي ما الشيعة ما عندهم، الشيعة ما عندهم، ما عندهم، الشيعة ما عندهم زلمة عنده هدبة، فاحتاجينا هدبة عكرمة استعيريناها من أمكم عائشة ولا مؤاخذة ودفعنا عندها دبوزة عربون حتى خاف الهدبة تتعرض إلى حادث، فتستعانينا بها نفسر القرآن بهدمة عكرمة. عيب عمي عيب عيب عيب، استحي يا ولد استحي. ايش بيك مرحوس، ايش بيك؟ يعني احنا الشيعة نفسر القرآن برواية هدبة عكرمة؟ صدق كذب. ايش بيك يا ولد؟ القرآن موجود تأويله عند آل محمد عليهم الصلاة والسلام، موجود في البرهان، في تفسير علي بن إبراهيم القمي، موجود في تفسير الإمام الحسن العسكري. يعني إحنا نستعار هدبة عكرمة اللي عايشة أصلا ما أرادتها؟ مو أنا قاعد أقول لك، صاحب تفسير مجمع البيان أو غيره أوردوا روايات من كتبكم ومن كتبنا. افتهم يا
يلا كلام واضح. دقيقتين ولا دقيقتين واختار الموضوع اللي انت عايزه. دقيقتين على شنو دقيقتين وانت الان هذه قاعده مو راضي تلتزم بها؟ دقيقتين شنو؟ اتفضل انت اختار دقيقتين ولا دقيقتين. لا كلام علمائك. لا لا دقيقتين انا عاوز الدقيقتين من كلام علمائك. هذه كالعاده شوف هذه كالعاده قلت انهم اتوا الروايات على سبيل النقد. هذه كالعاده لا مو شرط على سبيل النقد. لا 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 دقيقه دقيقه مو شرط على سبيل النقد. مرات هو يجي يذكرها مرات هو اصلا منحرف. اه جبت هدبة عكرمه. لا لا انا قلت لك لا 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 تلعب. لا وليد عمو وليد حبيبي لا يا عيوني انت لا يا قلبي انت يا عيوني انت لا خطيه مو هيك تسخن. لا لا تلعب. لا انا قلت لك انا قلت لك في بدايه الاتصال قلت لك عندنا اولا فئات منحرفه. أول كلمة ذكرتها إليك قلت لك عندنا علماء منحرفين مثل ما أنتم عندكم علماء منحرفين اتهمتوهم بالتشيع. فإحنا عندنا علماء شيعة منحرفين زنادقة وأنت تعرف كل زين أنا أسبهم وألعنهم وإن كانوا يرتدون هذه العمامة. فمو دائما يأتون بالرواية على نحو النقد. لا ممكن هو عاجبته هدبة عكرمة اللي عجبت عائشة فجاب الرواية حطها بكتابه فلا تجد تحت الرواية نقد. واضح من كتبك. واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح الكلام؟ انا كلمتك اهو انا هو معك اهو. شلون مصيبه هجيب لك عالم ما اريد ما اريد كتبي ما اريد كتبي ما تتدخل فيه. هذه كتبي اسمع كتبي تكون مناظره ثانيه. كتبي مناظره ثانيه. طيب بص اقول لك حاجه اقول لك حاجه. هل تقبل المناظره في اي موضوع تختاره انت والمناظرة تكون من ساعتين؟ الساعة الأولى أسئلة لك فقط وأنا لا لا هذا أنا ما أحب الأسلوب. هذا أسلوب هذا خرط. هذا اسمه هذا اسمه أسلوب خرط. هذا سوي ويا غيري ما سوي وياي. أنا ألتزم بوحدة النقطة. علي صوتك فارس عشان أسمع. أنت تريد تتكلم أنت ساعة وأنا أتكلم ساعة تطرح 4000 إشكال وأنا أطرح 5000 إشكال. لا 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 هذا الأسلوب ما يشتغل عندي. هذا الموضوع أي بس ما تخرج ما تخرج ما تخرج عن الموضوع. الآن هذا موضوع الآن هذا الموضوع موجود رواية سالم سبلان. يلا تفضل. إيه روايتي سالم سبلان مالها رواية سالم؟ تفضل. يلا تفضل اقراها للناس واشرحها وممنوع من عن باتن من عن باتن تتدخل في الكتب الشيعية. تقراها وتشرحها من كتبك واضح؟ حضرتك اقراها دلوقتي وين اللي ايه اشكالية اللي عليها؟ لا انت تطلعها وتقراها. لا انت تطلعها وتقراها. ماشي رواية سالم سبلان اكتب. اقراها لك يعني اكتب مشكلة. اكتب سالم سبلان. لا لا حريفة يا حبيبي مش لازم اكتب. طيب يلا اطلعها لك ما فيش مشكلة. هذه ترى امام الناس إذا ذكرت اسم شيعة أو كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك واضح؟ لا 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 ما تربطني بكتاب شيعي والشيعة. أنت عايز تصير دلوقتي قبلك. جيد هذه ترى أمام الناس إذا ذكرت اسم شيعة أو كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك واضح؟ لا 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 ما تربطني بكتاب شيعي والشيعة. أنت عايز تصير دلوقتي قبلك. جيد هذه ترى أمام الناس إذا ذكرت اسم شيعة أو كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك واضح؟ لا 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 ما تربطني بكتاب شيعي والشيعة. أنت عايز تصير دلوقتي قبلك. جيد أنت ليه خايف من كتب شيعة؟ لا مو خايف لا لا مو مسألة أنت شوف 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 أنت الآن شوف شوف دقيقة 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 توقف. شوف آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية توجه له هذه الكلمة أنه أنا خايف. واضح ولا مو واضح؟ هذه أولا. ثانيا أنا ليش أقول لا تذكر الكتب الشيعية؟ لأنك ستقفز. إن ذكرت الكتب الشيعية لازم أنا أعلق على هذا الكتاب. إذا علقت على هذا الكتاب تركنا سالم سبلان يلعب في بيت عائشة فمعناها شنو؟ وحدة نقطة الموضوع انهدمت. فلذلك أنا أحذرك أقول لك لا تقفز من كتبه. واضح؟ أنا الرواية بس بتفتح عندي لو سمحت استنى. يلا يا سيد. قال النسائي أخبرنا حسين ابن حريس قال أخبرنا الفضل إلى آخر السلم قال أخبرنا أبا عبد الله سالم يعني سبلان قال وكنت عند وكانت عائشة تستعجب بأمانتي وتستأجره
فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها على مقدمة رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخرة، ثم مرت بيديها على الأذنين، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم، فقالت: ادعي لي. فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قال: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أراها بعد ذلك اليوم. تفضل، إيه الإشكال اللي عندك؟ جيد، الآن من هذا سالم سبلان؟ عبد لمن؟ لمن؟ سالم سبلان عبد، استنى، وكان لمالك. قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن حارث النووي، قال أخبرني عبد الله بن سالم سبلان، قال كنت عند عائشة، أخبرني كذا، أخبرنا الفضل بن موسى كعيد بن عبد الرحمن، مش فاكر سالم سبلان كان عبد من؟ المهم لمالك بن أوس بن الحدثان، أو لمالك أو لأوس بن الحدثان. ماشي، ما فيش مشكلة، هو عبد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، دقيقة خلينا نخلص. اتفضل. طيب، هذا الرجل عبد. نعم. هو هذا الرجل العبد اللي كان عند الصحابي أوس بن الحدثان اللي كان ينقل رسالة النبي للناس، أو لمالك بن أوس بن الحدثان؟ هذا مالك كان إمام ومفتي مكة. هذا سالم سبلان ما شاف من أوس بن الحدثان الصحابي، أو مالك بن أوس بن الحدثان مفتي مكة، كيفية وضوء النبي، فاضطرت عائشة أن تريه كيف كان النبي يتوضأ؟ أولا حضرتك أنت بتسأل سؤال افتراضي، والسؤال الافتراضي ليس له موقع في المناظرات، ليس له موقع في المناظرات. شلون سؤال افتراضي؟ فإن ممكن أن يكون لم يعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فأرته عائشة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا مثلا، تمام؟ فأنت شلون كان ما يعرف؟ شلون كان ما يعرف؟ هل الرواية هي دقيقة، أصل الرواية، متن الرواية فيه هذا الإشكال؟ جايين، إحنا جايين. أرد على هذا الإشكال. ثواني لو سمحت، خليني أكمل الآخر. أرد على هذا الإشكال برواية صحيحة، وصححها الحلبي عندكم، أن لا، المعصوم عندكم. لا، شوف المعصوم. خلاص، انتهى النقاش، شكرا لك. شوف، أنا قلت لك لا تذكر المعصوم ولا كتب الشيعة، خلاص شكرا لك. شوف، عرفتك ما تقدر تصبر أمام إشكالاتي والله. شوف، خلاص انتهى النقاش. أمام الكل، أمام الناس أنا حذرتك، أمام الكل، أمام الناس حذرتك، وأنت أتمرت، قلت نعم سأرد عليك بكتب السنة والله العظيم. وأنا راح أطلع الآن، راح أعيد الاتصال باليوتيوب حتى الناس تسمع، ولو الناس يقدرون يراجعون الحلقة. دقيقة. شوف، أنا حذرتك وأنت عمرت، أنت تمرت بالقاعدة، قلت نعم أنا موافق ألا أذكر كتاب شيعي. شوف أنت الآن من ذكرت العلامة الحلبي الشيعي وذكرت المعصوم، يعني شنو؟ يعني قفزت وين للكتب الشيعية؟ طيب أنا بهاي الحالة لازم شو أسوي؟ لازم أناقشك في الكتب الشيعية، وتركنا سالم سبلان يلعب بعائشة. شوف، هذا بهاي الطريقة أنتم تضحكون على الناس. أنا راح أطلع تسجيلك للناس. يعني وين أدا؟ من عندكم. أما أنت تتكلم عن تفسير الآن. دقيقة. ما عندنا. حتى خاف الهجبة تتعرض له. صدق كذي. صدق غيره. أوردوا روايات علماء شيء. أنا التزم. الآن هذا. يلا تفضل اقراها للناس واشرحها. سمعوا سالم سبلان. اخواني سم سالم سبلان. سم يلا تفضل اقراها للناس واشرحها. وممنوع من عن باتن، ممنوع من عن باتن تتدخل في الكتب الشيعيه، تقراها وتشرحها من كتبك. والله حضرتك اقراها دلوقتي، وين اللي جاي اشتريها عليه؟ شوف، قال تفضل، يعني شنو؟ يعني أقر بكلامي أنه لن ينتقل إلى غير كتاب، أقر.
قال تفضل مو مشكلة. شوف انت تطلعها وتقراها. لا انت تطلعها وتقراها. لا في رواية سالم سبلان اكتب. اقراها لك يعني. اكتب ممكن. اكتب سالم سبلان. لا لا حريفة يا حبيبي مش لازم اكتب. طيب يلا اطلعها لك ما فيش مشكلة. هذه ترى امام الناس اذا ذكرت اسم شيعة او كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك. واضح؟ لا 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 ما تربطني بكتاب شيعي والشهادة دي. انت عاد تصير دلوقتي قبلك. جيد جيد يلا شوف 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 الشيعي ايش قد منصف. شوفوا لا 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 انا مش حروح للكتاب الشيعي لو عاوز تفسير سني حجيب لك. يعني الالتزام صار. شوف عهد وعد ممنوع منعا باتا تذكر كتاب شيعي. تفضل. لا 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 ايوه اول كبسه انطيتها له. اول سؤال اول سؤال بعدني ما مكمل الروايات عليها دق اشكالات. اول سؤال قفز على المعصوم. أول سؤال شوف 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 أعيد هاي الكلمة. شوف شوف تفضل اقراها للناس واشرحها. شوف وممنوع من عن باتن ممنوع ممنوع من عن باتن تتدخل في الكتب الشيعية. تقراها وتشرحها من كتبك. واضح حضرتك اقراها دلوقتي وين اللي جاي تشتريها عليها. لا أنت تطلعها وتقراها. لا أنت تطلعها وتقراها. ماشي رواية سالم سبلان اقراها لك يعني. اكتب اكتب سالم سبلان. لا حريفة يا حبيبي مش لازم اكتب. طيب يلا أطلع هالك. هذه ترى أمام الناس إذا ذكرت اسم شيعة أو كتاب شيعي ترى نغلق الخط عليك. واضح؟ لا 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 ما تربطني بكتاب شيعي والشهادة دي. أنت عاد تصير دلوقتي قبلك. جيد طيب ليش تفز من قطب شيعة؟ لا مو خايف لا لا مو مسألة. أنت شوف 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 دقيقة 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 توقف. شوف آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية توجه له هذه الكلمة أنه أنا خايف. واضح ولا مو واضح؟ هذه أولا. ثانيا أنا ليش أقول لا تذكر الكتب الشيعية؟ لأنك ستقفز. إن ذكرت الكتب الشيعية لازم أنا أعلق على هذا الكتاب. إذا علقت على هذا الكتاب تركنا سالم سبلان يلعب في بيت عائشة. فمعناها شنو؟ وحدة نقطة الموضوع تنهدمت. فلذلك أنا أحذرك أقول لك لا تقفز. واضح؟ أنا رواية بس بتفتح عندي لو سمحت. يلا ماكو ماكو إنصاف. يعني هذا يدل على شنو؟ يدل على أن الرجل علم أن إشكالاتي لا يستطيع أحد أن يرد عليها. عرف. وهذا أول إشكال انطيته إلى سهل. والله العظيم سهل. إنه هنا الرجل كان ما يعرف وضوء النبي. بعدنا شلون عائشة نزعت ملابسها أمامه؟ شلون توضت أمامه؟ شلون كان يطب عليها؟ شلون كانت ما تختفي منه تجلس بين يديه كما تجلس الزوجة أمام زوجها؟ بأي حجة شرعية كشفت عن أعضائها أمامه؟ هذا بعد ما جايب ذيك الإشكالات اللي تهدم هدم. بعدني ما جاية هيك شوية. أول إشكال قفز. الحلبي الشيعي عند المعصوم عندكم. ما هو اتفقنا؟ ما تقدر مرض يحكك. مو بيدك مرض. مرض بس أتوبك إن شاء الله. أتوبك لا تخاف. خافك وشيعة ما توبوك. أنا أتوبك أتوبك بهاي الطريقة أتوبك. الآن كل أبناء عائشة راح يروحون عندك يقولوا لك عيب استحي أنت اتفقت ويا الرجال المجوسي أمير قريش عابد القبور فاضح من عائشة. اتفقت وياه وقلت له ما راح تذكر كتاب شيعي. ليش أول ما طقك بإشكال قفزت المعصوم عندكم؟ شنو دخل المعصوم عندكم؟ قلت لك هذا نقاش ثاني، هذه مناظرة ثانية، حوار ثاني، تطرح أشكلتك على الكتاب الشيعي اللي تحب وأنا أردك. أما حاليا سالم سبلان يلعب بأمك عائشة، هذا هو الحوار والنقاش. بس ما تقدر ما تقدر تفكر معمم طرطور من هذول اللي تجيبونهم وتناقشونهم وتحاول. ما تقدر. هاي دقيقتين بدقيقتين، تجي تمثل تحكي هيك تروح منا وتطب منا، ما تقدر هيك تلتزم. واعطيك الاشكال وترده ما تقدر ما تقدر. مو بيدك مرض يحكك. مو بيدك.